واحد الفرح الكبير وفرحوا بين الناس واستقبلونا، وكنت ديك الساعه مع الفرقه القدميري وبوسعد البيضاوي ومجموعه لباس العلس، ايوا وفرحوا بينا بزاف. وهاد الكرام والتضخيم ديالهم ماشي راه جدودهم وجدودهم تيعملوا هادشي، وانا هاد المزيان اللي جيت دابا واحد الفرحه لا تصور، اللي استقبلوا لي الناس ديال البلاد بوليداتهم وكلشي فرحان، وكل الناس اللي في السن ديالي تذكر ذكريات ديال زمان اللي دوزنا هنا في هاد البلاد السعيده، وبلاد الفنانين الله يذكر السي بجدوب راجل الكريم، الدار ديالو ديما محلوله لكل فنان، اييه الله يسخر لكم جميعا. ايوا سيدي الانسان محمد دابا راه وصلت لواحد السن، انا زيد 1940 دابا راه 82 سنة، والأصدقاء ديالي اللي كانوا معايا في الفرقة الله يرحم الجميع، باقي واحد الله يصافي هو الفضل الحريزي اللي تيعمل هارونية، مع الأسف هادي دابا عامين ما خلصتش من الدار، وأنا راه باقي شوية تنكافح مع الحباب، هي العام سيدي، ولكن لهريق ترى الحباب، أييه، وحنا باقي دابا تنعملوا بعض الجولات، في أي حفلة تيعيطوا ليا. وتنعملوا الجولات في المغرب في ما كان احتفال تنمشيو ليه وتنستقبلوا الاحباب والحمد لله. ايوا السر ديال اتاي السر المهنه ما نقولهاش ليك. لا هي اسيدي هو الحاجه اللي هي مزيانه تتبين راسها، حنا غير تنقولوا بسم الله وتنعمروا ذاك البلاد تاع اتاي ونديو نجيبو ما تنجربوش عليه تنخليوه تيترخف شي شويه عاد نعطوه للحباب يشربوه، ولكن اللي يشرب شي كاس يقول لك عاودني والله يسخر. وهذا فضل السيد ربي يا سيدي، هذا القبول من عند الله تعالى، ما فيها لا زواق ولا هادي ولا ديك، تنقول بسم الله تربي تيسخر، هذا هو العام سيدي. ولكن الوجود الحاجه اللي هي زوينه تتبان عند كل واحد. ايوا حنا صغار تنمشيو نتفرجوا في الحلاقي ملي تيديروا الفاتحه تيقولوا الله ينصر السلطان ويهد الوطن، المغاربه ربي تعالى عطيهم واحد الخير كثير، والحمد لله بالمغرب ديالنا والملوك ديالنا اللي ماتوا اللي باقي عايشين، مكبل على كل واحد، يعني ما تيرتاح ليه البال حتى تيشوف الشعب ديالو مرتاح وفرحان. ما نمشوش بعيد، شو غير هاد ايامات الكوليرا، سيدنا هو السباق في العالم اللي ضحى وما خلاش شي واحد يقول اح ما عنديش، كلشي تيجلب وكلشي تيداوى وكلشي فرحان وكلشي سعدان، والله يصلح الجميع ويحفظنا من شر الخلق، وسيدنا الله ينصرو ويصلح له وجهاتو وحفظنا من شر الخلق بنو ادم اللي تياكلوا الخير ويعبدوا الغير، الله يحفظنا منهم ويحفظنا من شرهم، والمغاربه الله يطوي لمتهم والله يعطف القلوب سي على سي، الله يعطف القلوب سي على سي، نقولها ثلاث خطرات الله يعطف القلوب سي على سي، والحمد لله رب العالمين، واللي كرمه الله تعالى تعطيه الصبر والقناعه. السلام عليكم، ياسين مزواق مهني او لا حرفي في تحضير الشاي الطريقه المغربيه والطريقه الصحراويه، وكوميدي ومؤلف وكاتب مع الناس ديال الكوميديا. المسار الفني بدا تقريبا من كوميديا 2011، دونك شاركنا في كوميديا من وراها شاركنا في سهرات في الاولى، وشاركنا الحمد لله في بزاف ديال المهرجانات في المغرب، والمسار ديالنا مازال مكتمل الحمد لله مع الديو ديالي يوسف كامل، دونك ثنائي طيب وهاري كيعقلوا عليه المغاربه، مازال خدامين مع بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الكوميديين في ميدان التأطير وفي الكتابه.
الميدان ديال الشاي اللي حنا في صدده اليوم فوالا لو دونك هو هوايه ومهنه هوايه ومهنه لان هي بدات كهوايه الوقت اللي كنا كنقراو هذه بدات كهوايه ومن بعد الحمد لله ولات هي المهنه ديالنا دونك المهنه الرئيسيه ديالي هي تحضير الشاي الاسس ديال هاد المهنه خديناها من عند العراب ديال هاد ديال البركات الشاي اللي هو بو عزيزي تبارك الله عليه اللي ديما حاضر معنا وحنا اليوم حاضرين مع الهيئه ديال التجار والمهنيين في مدينه اسفي العزيزه كنشكروا الناس ديال اسفي ناس عبده على رحابه الصدر ديالهم على الكرم ديالهم وكنحيي الفنانه ديال هذه المدينه والناس ديال هذه المدينه بصفه عامه وكنحيي حتى موقع ديالكم واتيت الصحراوي عنده طقوس ديالو عنده يعني كيبغي الجلسه وكيقولوا الناس ديال الصحراء نتايو انت وهي شوف هي الصينيه كتبغي الجماعه الصينيه كتبغي الجماعه والجماعه ما كتحلى الا 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 الا, إلا, إلا بالبركه ديال الحباب والجماعه ديال الحباب لان الصينيه دائما هي واحد المجمع ولا واحد اللمه مغربيه كنتجمعوا عليه يعني في جميع المناسبات ديالنا والافراح ديالنا ومن بين الحوايج اللي كنفتخروا بها حنايا لان دابا كنسوقوها ماشي غير في المغرب راه كنسوقوها داخل وخارج المغرب الصينيه المغربيه واتي المغربي و هادشي اللي كاين دوك الطقوس الخاصه ديال الشاي المغربي ما كاينش المثيل ديالها وهو الممثل ديالنا يعني في العالم فيما مشينا في اي دوله كنخدموا الحمد لله اتي المغربي عنده طقوس خاصه وكيعجب الناس لان حتى الطريقه ديال التحضير كتختلف الطريقه ديال التحضير لكل منطقه الطقوس ديالها في التحضير ديال الشاي وحنا كنحاولوا بان اي مدينه مشينا نعطيو هذاك الجانب ديال يعني الطريقه ديال التحضير ديال الشاي ديال هذيك المنطقه راه الاشاره ديالكم ونكونوا في المستوى والله لا يحشمنا يا ربي الف مرحبا وتحيه كبيره لموقع شواقع كنتمنى لكم استمراريه وكنتمنى لكم ديما تكونوا في المستوى وتحيه مسفيويه عبديه من اقليم اسفي الناس اشواقع اشترك الان في قناه اشواقع تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة